بسم الله الرحمن الرحيم. Topic number 13 is the exercise of تشديد. So let's start. بارابش بر رازري بري زازبرز بريز بريز حصاد بيش حص صاد زي صي حصي لام زبر لا حصيلة حصيلة صاد دال زبر صد دال زبر دا صد قاف زبر قا صد قا صد قا عين دال زبر عد دال زبر دا عد دال زبر دا عد دا عد دا قاف دال زبر قد دال زبر دا قد دا را زبر را قد دا را قد دا را sounds بريزة بريزة حصيلة حصيلة صدق صدق عدد عدد قدر قدر كاف ذال زبر كذ. Remember, when you are reading two letters together, use the first letter sign, like you are reading kaf and dal together, so you will use the kaf sign. When you are reading zal second time, then you can use the zal sign. So kaf dal zabar kaz. We are actually reading kaf. We connected with dal due to there is a sign of tashdid, the connector sign. كاف ذال زبر كذ ذال زبر ذا كذ كذ
با زبر با كذب كذب نون عين زبر نع عين زبر ع نع ع ميم زبر ما نعم نعم يا زبر يا ظا نون بيش ظن يظن نون بيش نو يظن remember when نون has تشديد or ميم has a تشديد we will do the غنة غنة means enter the sound in your nose and hold the voice for minimum 2 seconds يظن يا زبر يا ح ضاد بيش حض يحض ضاد بيش ضو يحض يحض جيم نون زبرجن نون زبرنا جن تا دو زیر تین جنتین جنتین sounds now again كذب كذب نعم نعم يظن يظن يحض يحض جنة جنة ذال را زبر ذر را زبر را ذر را تا دو زیر تین ذر را تین ذر را تین قاف واو پیش قو واو زبوا قو تا دو زیر تین قوة قوة كاف را زبر كر را زبر را كر را تا دو پشتون كر راتون كر راتون سين عين پیش سع عين زیر عی سع عی را تا زبر رد سع عی رد سع عی رد قاف دال زبر قد دال زبر ده
قد ميم تا زبر مد قد مد قد مد sounds ذرتين ذرتين قوتين قوتين كرتون كرتون سعيرات سعيرات قدمت قدمت كاف ذال زبر كذ ذال زبر ذا كذ بات زبر بات كذبت كذبت ز واو بيش زو واو زيروي زوي جيم تا زبر جد زوي جد زوي جد سين جيم پیش سوج جيم زير جي سوج جي را تا زبر رات سوج جي رات سوج جي رات فا جيم پیش فوج جيم زير جي فوج جي فوج جي را تا زبر رد فوج جي رد فوج جي رد ساوندز كذبت كذبت زوجت This is a hard This ذال was very soft كذا زوي So remember the difference in ذال and ز زوجت سجيرت سجيرت فجيرات فجيرات سين يا بيش سوي يا زير يي سوي يي راتا زبرات سويرات عين تا پیش عود تازر تی عود تی لام تا زبر لد عود تی لد کف واو پیش کو واو زیر وی کو وی را تا زبر رد كويرات تا طا زبر تا طا زبر طا تا طا
لام زيرلي تط طالي عين بشعو تط طليعو سيرد عطلت كورد تطليعو تابشتو حاد الزبر حد توحد دال زير دي توحد دي سابيش سو توحد دي سو نون بيش نو ياسين زبر يس نو يس سين زير سي نو يس سي را پیش رو نو يس سي رو ها پیش هو سوري ها ميم پیش هم حمزة لام زبر ال هم ال با يا زبر بي هم البي يا زيري هم البي هم البي نون زبرنا هم البينة هم البينة تابشتو هم البينة تحدث نيسر هم البينة Next we will read with sounds this page. Remaining lines we will try to read with sounds. قَيِّمَةٌ عَشِيَّةً مُذَكِّرٌ أَيَّانَ إياك لله تجلى تصدى Remember this ya and this ya has no sign. We will no read. تزكى تولى توابا So remember next string sign coming. So we will turn one zabar into alif. It will become alif madda. So we will say it. When we are string on it, we will say توابا to توابا ثجاجا غساقا فعال كذابا وهاجا مُمَدَّدَةٍ
string sign coming. So when we are staying on the circle type that I marbuta, we turn into ha. So we will say it mumaddadatin to mumaddadah, mukarramatin, mutahharatin, wassamai. See you next video. Allah Hafiz.